اليوم عندنا هنا اجتماع مجالس الرعاية وكونكم وجهاء المنطقة ومثل المنطقة، يعني احنا الاولويات اللي عندنا حاليا هو لقاح كورونا. دائما يكون التوجيه خصوصا حضراتكم تربويين وجهاء منطقة وناس توعوية للمنطقة انهم تحثون الناس على لقاح كورونا، كونها ستوفر عندنا بالمركز والاعمار من 18 فما فوق. ان شاء الله اللقاح من ناشئ عالميه رصينه وموجود بدول عالميه، يعني بكل دول، ومصرح من قبل منظمه الصحه والغذاء العالمي، فلتفادي هذه الازمه وحتى نقلل نسبه حدوث الوفيات وحدوث دخول المستشفى. فننصح الناس باللقاح كورونا ونحثهم كذلك، نحثكم انه توعون الناس الابتعاد عن الشائعات بخصوص هذا الشيء. يعني هواي اكو شائعات وهواي اكو شغلات، يا ريت انه تكون حمله توعويه للناس حتى نتخلص من هذا المرض باذن الله تعالى.